بنقدم لأولياء الأمور خدمة التطبيق الإلكتروني كنز، واللي بتسم بعدة ميزات بتتيح لهم معرفة تحركات أبنائهم أثناء تواجدهم في الحافلات المدرسية، وكمان بتمكنهم من الاطلاع على أوراق العمل، الخطط الأسبوعية والجدول الدراسي. وأيضاً بمكن أولياء الأمور من متابعة السجل الصحي والإرشادي للطالب ومعرفة كافة الأنشطة والفعاليات اللي بتقيمها المدارس، كل هاد في رياض ومدارس جامعة الزرقاء اللي بتسعى دائماً لمواكبة التطورات التكنولوجية وتطبيقها في خدمة التعليم. طريقة الاستخدام: أولاً بنحمل التطبيق من الآب ستور أو من البلاي ستور من خلال كتابة رياض ومدارس جامعة الزرقاء في خانة البحث، ومن ثم الدخول إلى التطبيق وإدخال اسم المستخدم والرقم السري الخاص بولي الأمر. تختار اسم الطالب، بعدها رح تظهر مجموعة من الأيقونات، أولها مدرستي، تظهر البيانات التعريفية للمدرسة وبتمكنك من مراسلتها. بياناتي، تستطيع من خلالها التعديل على البيانات الشخصية. الحافلة، لمعرفة خط سير الحافلة. الجدول الدراسي، من هون بنطلع على جدول الحصص اليومية للطالب، الإضافات على محتوى الحصة مثل الفيديوهات الشارحة والصور التعريفية، الواجبات والتحضيرات. الطبيب، واللي من خلاله ممكن تطلع على سجل الحالات الصحية للطالب. المرشد، من هون بتقدر تطلب مساعدة من المرشد من خلال ضغط زر طلب إرشاد والاطلاع على الحالات الإرشادية للطالب.